السلام عليكم الاخوان ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا بزاف ليكم بزاف على التحفيز ديالكم ليا من بعد ما مشات ليا قناة انوار برو الاولى، وشات بزاف ديال الناس كيدعموني، وشكرا للاصدقاء ديالي كاملين اللي بارطاجاو الفيديوهات ديالي عندهم في القنوات ديالهم. المهم الاخوان ديالي، غادي نخليكم دابا مع الملخص ديال مباراة الوداد وحسنية اكادير. المباراة صراحة كانت كبيرة ورائعة. المباراة خرجت ب3-2 فوز الوداد، مباراة كانت رائعة. الوداد كانت منتصرة، تعادلت الحسنية ولات منتصرة، ولات تعادلت الوداد ولات منتصرة. صراحة ريمونتاداج في هذه المباراة. خليكم الإخوان ديالي مع الملخص ديال المباراة، واعطيونا الآراء ديالكم من خلال التعليقات، وكيف ديما نتلاقاو في لافان ديال الفيديو. الإخوان ديالي، كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، وشكرا بزاف ليكم بزاف حيتاش واقفين من جنبي، وفريمون أخوكم محطم ديال بصح ميرا راه ربي اللي عالم. لا نقول لكم هو تهلاو ليا في راسكم وشجعوني بلايك، اللايك ديالكم هي اقل حاجه تعطيوها ليا الاخوان ديالي. تهلاو ليا في راسكم، ونشوفوا ان شاء الله في شي فيديو مع سنة. السلام عليكم.